الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الشجار مع الخصم في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الرجل في المنام أنه يقوم بالشجار مع خصم في عمله، علامة على المحبة والمودة التي يتمتع بها مع زوجته تلك الفترة. تشير رؤية الشجار مع الخصم في المنام علامة على الأحداث السعيدة التي يحصل عليها صاحب الرؤية الأيام المقبلة في حياته. حلم الرجل أنه يتشاجر مع خصمه في المنام دليل على استقرار الحياة الزوجية وانتهاء المشاكل من حياته. رؤية الشجار مع الخصم في المنام علامة على التغيرات الجديدة التي التغيرات الجديدة في حياته في تلك الفترة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تتشاجر مع طليقها في المنام علامة على زوال الهموم والمشاكل من حياتها تلك الفترة. حلم المرأة المطلقة أنها تشاجرت مع طليقها في المنام علامة على التخلص من هم وحزن كبير كان يحيط بها تلك الأيام. رؤية المرأة المطلقة في المنام أنها تتشاجر مع طليقها ووالدتها في المنام علامة على المودة والمحبة التي تتمتع بها تلك السيدة مع المحيطين بها. حلم الشجار مع الطليق بشكل عام في المنام علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤية خلال الأيام المقبلة. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتخاصم مع زوجها في المنام علامة على الأزمات النفسية الكبيرة التي تعاني منها تلك الفترة. حلم المرأة أنها تتخاصم مع زوجها في المنام علامة على التعب الشديد الذي تشعر به بسبب حملها تلك الأيام. تشير رؤية الخصام مع الزوج في المنام بشكل عام علامة على أنه شخصا متقلب المزاج بسبب الأزمات التي يعاني منها تلك الأيام. رؤية الرجل أنه تخاصم مع زوجته في المنام علامة على توتر علاقات مع زوجته وقلة التفاهم بينهم، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.